تعني أن الأمر استدعى وقفة في هذا التوقيت، لأن مظاهر عدم الالتزام بالشارع المصري في الفترة الماضية كانت فجة، وكأن مفيش فيروس، وكأن هذا الفيروس اللي حير العالم كله كأنه مش موجود في مصر، رغم أن احنا في هذا الوقت بنتعرض للموجة الثالثة اللي هي ربما أكثر شراسة من الموجتين الأولى والثانية، ومع ذلك لاحظنا عدم التزام وتهاون واستهتار بالأمر. فهذا هو ما استدعى وقفة اليوم، وهي وقفة أولى منذ فترة لكنها قد لا تكون الأخيرة. القرارات دي محددة المدة لغاية يوم 21، لكن إن شاء الله على يوم 21 هيكون في وقفة أخرى، وهذه الوقفة الأخرى هتكون مفتوحة على كل الخيارات والاحتمالات. بمعنى معلش بمعنى بمعنى إن جايز قدر الله نكتشف أو نجد أن الوضع ما زال يتجه نحو الأسوأ، وعندها نتخذ قرارات أخرى أو نمدد فترة تطبيق هذه القرارات. فده هيكون أحد الخيارات، وجايز نتيجة التزام المواطنين ونتيجة القرارات اللي هيبتدي نطبقها من بكرة، ونتيجة أن الناس ربما تبتدي تستشعر بخطورة الوضع، الأمور تتحسن خلال الأسبوعين ونجد أنفسنا غير مضطرين أن احنا نمد هذه الفترة ونكتفي بالفترة الأسبوعين اللي احنا طبقنا فيهم هذه القرارات.